اهلا وسهلا، مين معايا؟ اهلا بيك حضرتك. انا داليا من حضرتك. اهلا يا استاذه داليا، اهلا اهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك انا كنت بتكلم في على خصوص مدام سعيد. ايوه يا فندم. انا والدي مامتي متوفيه يعني، ووالدي كنا بندور له على عروسه بنت حلال يعني كويس عشان تاخد بحسه، بس لان هو لوحده في البيت. فدي اعتقد ان هي مناسبه يعني، هو سنه حوالي 70 يعني او كده. 70. واحنا كلنا طبعا في بيوتنا ومحدش الصراحه يعني بيفضل ان هو بس يعني انتوا في كده النوم. هتيجوا تطلبوها مني يا ست داليا. طبعا حضرتك قولي نعمل ايه وتحت امرك. طيب، ربنا يجعلنا سبب في فرحة الناس يا رب، بشرة خير يا ست داليا. عايزين بس حضرتك سيبي رقمك في الكنترول، وهنخلي اختنا الكريمة لو بتسمعنا تتصل بينا تاني عشان تاخد الرقم ونعمل كونتاكت ان شاء الله، وربنا يبارك يا رب وتعزمونا في الفرح ان شاء الله. معانا مين يا استاذة منى؟ يا ام محمد، السلام عليكم. بالست ام محمد، اولا انا بشكر الاستاذه داليا، بشكرها جدا لسبب، لانها نموذج للابن المتفهم المحترم اللي شاف ابوه المسؤوليه صعبه وهي متجوزه وعندها اولاد. مش عيب ان بابا يتجوز بعد ما، مش عيب، ما عملش حرام. لا جدا ابناء يقول لك لا انا مقاطع، ازاي يجيب ست مكان ماما؟ مش مكان ماما، ماما هتفضل بالنسبه لك ماما، وهتفضل بالنسبه له زوجه الله يرحمها، لكن هو ده 70 سنه الجواز يعمل ايه؟ انت مالك؟ يتجوز شرع، ده دين، دي عفه يا اخي، ملوش يا سيدي في الستات، انت مالك؟ مالكش دعوه. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الزواج سكينه وستر ورحمه وموده. بنت مؤدبه محترمه داليا هانم دي، يعني الواحد يقف لها احتراما، لانها شافت ان من حق باباها عليها، انها قلبها يتوجع شويه ان في ست تانيه ممكن تاخد مكان ماما، ايا كان بقى الست الاخت اللي كانت معانا ولا غيرها.